السلام عليكم، كيف حالك حبايب الطلاب، طلاب مدرسة توليب والياسمين؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الصف السابع إن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جغرافيا، وراح يكون آخر درس معانا في الكتاب، وهو بعنوان النقل والمواصلات. ولا تفكرون إن أنا عيان، لا، بس بمسي عليكم. ناخذ درسنا ونقول بسم الله. يقولوا معاه كورونا ولا حاجة؟ لا، اليوم عملت تحليل وما طلع معي الحمد لله، إيش بس قريب عادي. طيب، النقل والمواصلات الوحدة الرابعة، وراح يكون معنا إن شاء الله آخر درس. تعتبر وسيلة المواصلات والنقل، هي مكتوبة غلط بس، والنقل من أهم عناصر الإنتاج بمختلف أشكاله، حيث يساهم في نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووسائل النقل هي إما نقل بري أو نقل مائي اللي هو بحري، وإما نقل جوي. راح نتكلم على الثلاثة، ونبدأ أول حاجة بالنقل البري. يشمل النقل البري النقل بالطرق المعبدة والطرق الترابية والسكك الحديدية، يعني هذه كلها من أنواع النقل البري، لأنه الطرق المعبدة يعني الطرق المرصوفة، والطرق الترابية هي الطرق اللي فيها تراب لسه ما صارت ماس، يعني ما رصفوها، والسكك الحديدية زي القطارات والمترو أو يعني ما شابه ذلك. طيب، نبدأ فيهم واحدة واحدة. أول إشي الطرق المعبدة. الطرق المعبدة، ظهرت الطرق المعبدة منذ فترة الاحتلال الإيطالي عام 1911، ولكنها كانت تتصف بأنها قصيرة وضيقة، ومسافتها زي ما قلنا قصيرة، وعدم استقامتها، لم تكن مستقيمة، هذه الطرق المعبدة. نيجي بعدها لثاني نوع من أنواع الطرق، وهو الطريق الساحلي. وبدنا نعرف أن الطريق الساحلي يعتبر من أطول الطرق في ليبيا، ويمر بأهم المدن والمناطق الزراعية والمدن التجارية. يعني أطول واحد، هل هو المعبدة ولا الساحلي ولا الطرق الداخلية؟ لا، هو الطريق الساحلي. طيب، نيجي لثالث نوع، وهو الطرق الداخلية. الطرق الداخلية هي في أغلب الأحيان طرق فرعية من الطريق الساحلي، وتربط بين المدن والمناطق الداخلية البعيدة عن ساحل البحر المتوسط. عندنا الطرق الجنوبية، وهي وسيلة ربط بين مناطق البلاد الداخلية، ومن أهم طرق اللي هي الطرق الجنوبية اللي هو طريق فزان وطريق طرابلس وطريق طرابلس غريان. في عندنا طريق طرابلس غدابس، وعندنا طريق طرابلس غريان، وعندنا طريق ودان والسرت وإجدابيا وجالو إلى الكفرة، وعندنا طريق إجدابيا طبرق، ما يعرف بالطريق الصحراوي. طيب، هذه هي الطرق، وهذا هو النقل البري، وهي الخريطة اللي بتوزع الطرق في ليبيا. هاي موجودة معنا في الكتاب. اللون الأحمر هي طرق معبدة، واللون الأخضر طرق غير معبدة، شايفينها؟ نيجي لتاني نوع من أنواع النقل، وهو النقل الجوي. وبدنا نعرف أن النقل الجوي هو أسرع وسائل النقل، ويستخدم في نقل الركاب والبريد. وبدنا نتكلم عن المطارات، حيث عام 1964 بلغ عدد المطارات المدنية في ليبيا 3 مطارات، وهي مطار طرابلس وبنينة
وسبعة. يا رب أقول، يا رب أكون قلتها صح، بنينة بنينة. المهم مطار طرابلس وبنينة واللي هو بنغازي وسبها، والعسكرية أيضا كان في مطارات عسكرية اللي هي قاعدة الملاحة بطرابلس وقاعدة العدم بطبرق، وكان في مطارات صغيرة في كل من غدامس وغات والكفرة وأشرطة الهبوط التابعة لحقول النفط. بعدين في عام 2010 بلغ عدد المطارات 17 مطار، منها 10 مطارات دولية وهي طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة وبراك براك والكفرة وغات وطبرق وسرت ثم معيتيقا، و7 مطارات محلية وهي غدامس وأوباري أوباري والسرير وهون ومرتوبة وزوارة. هذول السبع مطارات اللي هي المطارات المحلية. هاي صورة للمطارات اللي موجودة في ليبيا. طبعا اللي باللون الأزرق مطارات محلية، واللي باللون الأسود هي مطارات دولية. نيجي لثالث أنواع من أنواع النقل، وهو النقل المائي أو البحري. النقل البحري، منذ القدم اعتمدت ليبيا على التجارة كمصدر للدخل إلى جانب حرفتي الرعي والزراعة، ونتيجة لهذا ظهرت العديد من المراكز التجارية على طول الساحل الليبي مثل طرابلس وبنغازي ودرنة ولبدة وصبراتة وغيرها. وهذه المراكز تربط بين موانئ جنوب أوروبا وبلاد جنوب الصحراء، واستمرت هذه المراكز تلعب دورا تجاريا كبيرا إلى أن تحولت التجارة الصحراوية إلى غانا المطلة على المحيط الأطلسي ومنها إلى غرب أوروبا. وفي بداية القرن العشرين ازدهرت هذه المراكز بعد الاحتلال الإيطالي وتطوير موانئ طرابلس وبنغازي ودرنة وطبرق وبعض الموانئ الصغيرة. وفي الحرب العالمية الثانية تضررت هذه الموانئ، وبعد اكتشاف النفط بدأت تعود الحركة إلى هذه الموانئ، وتم استيراد المعدات والآلات المستخدمة في الحفر والتنقيب عن النفط ومواد التموين. هذا اللي بدنا نعرفه عن النقل البحري. وبعديها صار انه في عندنا صار الموانئ صارت تشتغل في النفط ونقل النفط، فعندنا اهم الموانئ او اهم الخطوط الملاحية. اهم الخطوط هي التي تربط كل من ميناء طرابلس وبنغازي بالموانئ الإيطالية الجنوبية وموانئ درنة وطبرق وراس لانوف والبريقة وزوارة والخمس، تستخدم جميعها في نقل المنتجات المختلفة والمستوردة بالإضافة إلى الركاب. وإلى جانب ذلك هناك الموانئ النفطية زي ميناء البريقة وميناء السدرة وميناء الحريقة وميناء زويتينا وميناء راس لانوف وميناء الزوارة والنفطي ومنصة حقل البوري وميناء مليتا. هذول هن الموانئ. طيب عندنا هنا أسئلة الوحدة. هان أسئلة الوحدة موجودة معانا، بإمكانكم إنه إحنا نعمل مراجعة سريعة عن طريق أسئلة الوحدة وتجاوبوها، ولكن خليني أقرأ لكم إياها. بس هذه الأسئلة أنتم بتكون تجاوبوها لحالكم، لأنه هذه بتأكد لي اللي فاهم الدروس اللي أخذناها بالسابق. أكمل الفراغات الآتية. نص جاوبناهن الحين. ظهرت الطرق فراغ في ليبيا منذ فترة الاحتلال فراغ.
عام 1911 وتتميز ب إيش مميزاتها؟ ويغلب عليها فراغ وعدم الاستقامة. الحين لسه حكيناه. طيب، كان عدد المطارات في ليبيا عام 1964 ميلادي فراغ مطارات رئيسية، وحطيت لك 3 فراغات، واحد كانت بطرابلس وظل 2. كم عدد المطارات بده يكون؟ طيب، والمطارات العسكرية زي ايش؟ والعدم في وين؟ ايش اللي موجود في طرابلس والعدم وين موجود؟ وهناك مطارات صغيرة في كل من غدامس وفراغ وفراغ وفراغ. طيب، توجد في ليبيا أجمل المدن فراغ القديمة في العالم مثل صبراتة وقورينا وغيرها. كثير في مدن موجودة في ليبيا وممكن إنه نحن نكتبها في الفراغات. طيب، بدنا نيجي للسؤال الصح وخطأ. 1، للنقل والمواصلات دور أساسي في عملية تبادل السلع والبضائع وحركة التجار. أكيد الجواب صحيح. 2، يعتبر الطريق الساحلي الرئيسي أقصر الطرق البرية الليبية. هل هو أقصر واحد ولا هو أطول واحد؟ أكيد الجواب خطأ، لأنه هو أطوله. 3، موقع ليبيا الجغرافي لا يساهم في تطوير حركة الطيران. الجواب أكيد خطأ، لأنه بالعكس موقع ليبيا الجغرافي يساهم في تطوير حركة الطيران. طيب، السؤال اللي بعده، تتميز مدينة غدامس بموقعها الجغرافي وقرب الحدود السودانية وطابعها المعماري المميز الذي أصبح من التراث العالمي. هي مدينة غدامس تقع مش قرب الحدود السودانية، هي تقع في بالقرب من مثلث الحدود بين ليبيا وتونس والجزائر. فالجواب خطأ، ولكن موقعها المتميز جعلها من الآثار، وهذا الكلام صحيح، بس هي لا تقع يعني بالحدود السودانية، قرب الحدود السودانية. فالجواب خطأ. طيب، هيك بنكون في عندنا أسئلة اختر، في عندنا أسئلة اختر. أنا بقول لك إنه الطريق الساحلي، أول وحدة إنه الطريق الساحلي الرئيسي يبلغ طوله أكثر من 1900 ولا 9100، يعني اللي هو الطريق الساحلي. الطريق الساحلي كان طوله اللي هو 2000 كيلو متر، يعني الأقرب ل 2000 كيلو متر هي 1900. فهمنا؟ يعني بدنا نحط إنه كان طوله 1900 كيلو متر. السؤال الثاني، تطور حركة النقل الجوي في ليبيا بعد عام 2010 حيث وصل عدد المطارات، هل 17 ولا 71؟ أكيد 17 مطار. طيب، توجد منصة حقل البواري أو البوري وين موجود؟ في أعماق البحر المتوسط الحين قلتها. بعدين بيقول لك إنه أرسم خريطة مبين عليها توزيع المطارات، فالخريطة موجودة مش لازم إحنا نرسمها. هيك بنكون وصلنا إلى نهاية مادة الجغرافيا. أتمنى إنه إحنا نكون استفدنا. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على خير إن شاء الله، وأي استفسار بإمكانكم أن أنتم تبعثوا لي على الواتساب، إن شاء الله راح أعملكم ورقة عمل راح يكون منها الامتحان، و
وصحيح بنساش اقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول شهر رمضان، اتمنى انه يعود علينا وعليكم بالخير والبركه يا رب، ويعطيكم العافيه ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.